زالت الانطلاقات متواصلة والتحديات مستمرة على أرضية ميدان التحدي بانطلاقة الشوط السادس عشر ومنافسات سن الحقائق. لنبدأ مع مسيرة وانطلاقة هذا الشوط ومع أول المراكز لنشاهد الاعداد لمحمد بن سعيد بن فهد آل خديعة المري من يقدم انطلاقة الاعداد الصغير بانطلاقته الكبير بأدائه المثير على البداية. المركز الثاني التواجد مشاهدينا الكرام والانطلاقة من الجانب الأيمن من يحضر بحضوره وانطلاقته مغادر راشد بن محمد بن عويضة بن هلال العذبة المري والمركز أو هنالك التواجد مشاهدينا الكرام من قبل دينار لمحمد بن سالم محمد بن عساكر المري المركز الثالث. أشاهد مشاهدينا الكرام القدوم من سمران سالم بن زيد بن راشد أو سالم بن زيد بن راشد المري مع انطلاقة شعار الحريري القادم بانطلاقته شعار زميلنا مسعود بن سعيد الحريري. متمنين لك التوفيق لإخوانك المشاركين والحاضرين. المركز الرابع الوصول من قبل النداوي ناصر بن محمد بن محمد بن عويض أبو عينين مع المركز الرابع والمركز الخامس حامل الرقم 5 يصل داهم لمحمد بن بطي بن محمد الحسنة المري بانطلاقة خامس المراكز وشعار زميلنا الإعلامي حمد بن محمد الزعبي. متمنين أيضا لك التوفيق يا زميلنا الإعلامي. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء هذه هي التحديات والنداء الأول للأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والباحثة عن اختطاف النيسان بترول ستيشن. يا سلام يا سلام أرى وأتابع أمور البداية أمور المقدمة مع انتصاف المسافة بدأت تتغير بهذه اللحظات مع انطلاقة دينار لمحمد بن سالم بن محمد بن عساكر المري. يقدم لنا دينار على البداية. المركز الثاني حامل الرقم 2 من يتواجد ويتغير مجريات الشوط نحو البداية والمقدمة ليستعيد أموره المسلوبة والمنهوبة من قبل دينار. يتواجد العديد لمحمد بن سعيد بن فهد الخديعة المري والمركز الثالث. عطنا يا بن خزينة هذه اللقطة الجميلة الحاضرة لشعار زميلنا مسعود بن سعيد الحريري القادم مع سمران. يود سمران أن يسيطر على أرضية هذا الميدان كما فعل قاسي وحمل هذا الشعار وحده. أيضا عشاق هذا الشعار ناموس مميز في هذا الموسم. لكن المركز الرابع قدوم شعار الزعبي وقدوم داهم. المركز الخامس يصل بن حفيظ مع عشاق حفيظ بن ناصر بن سالم آل حفيظ المري. نعود إلى البداية نعود إلى المقدمة نعود إلى الاعداد العد التنازلي مع انطلاقة البداية. الاعداد يفتتح مجريات الكيلومتر الأخير والحريري قادم مقدما لنا أيضا انطلاقة سمران والاعداد مع هنالك بن خديعة يقدم لنا الاعداد يقدم لنا انطلاقة الاعداد على المركز الأول. الله التواجد من الاعداد لكن شوفوا سمران قادم الحريري الله سمران الاعداد سمران النيسان بترول ستيشن لمن الناموس والتتويج. سمران يغير مجريات الشوط ولكن الاعداد بن خديعة يقدم الاعداد الصامت بالمنافسة والتحديات. سمران الاعداد بن خديعة يا سلام عاد الاعداد ايضا ليستعيد اموره المسلوبه والمنهوبه ليختطف سياره هذا الشوط. بن خديعة يخدع الجميع بانطلاقه الاعداد بادائه الكبير وانطلاقته على البدايه رقمه صقر عمره وانطلاقته يحظى باختطاف نقطه هذا الشوط يحظى بالسياره. يقدم لنا هذا الانطلاق الكبير والمثير ليفوز بالسياره ليفوز بالمركز الاول. سلام يا بن خديعه
سلام يا ابن خديعة، ابداعا يا ابن خديعة، اثارة وابداع مع العديد. العديد يتواجد ويقدم لنا انطلاقة اول المراكز، خاطف الناموس هذا الشوط الثاني، والتبريكات لك يا ابن خديعة. محمد بن سعيد بن بادر خديعة المر المركز الثاني، وصل مشاهدينا الكرام الراوي لغالب بن جاسم ربيع الكوار المركز الثالث، وصل استمرار لسالم بن بيت بن راشد المر المركز الرابع، وصل استمرار لمحمد بن بطل حسن المري خامسا، كان الوصول من قبل العشاق الحفيظ بن ناصر بن سالم ال حفيظ المري. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، تابعنا وشاهدنا المنافسه التي حضرت في هذا الشوط. قلت لكم صغير في عمره لكن كبير في أدائه وانطلاقته، بن خديعة خدع الجميع وفاز وخطف سيارة هذا الشوط. لا أمانة لهذه الرياضة، ولكن العديد هو من تواجد ومالك من عد العدة وجهز وفاز وخطف ناموس هذا الشوط الثاني، والتبريكات نزف لمحمد بن سعيد بن بادر خديعة المري على هذا الفوز المستحق وعلى اختطاف سيارة هذا الشوط وحضور العديد من توج بانطلاقة هذا الشوط. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، تابعنا المنافسة التي حضرت ما بين الشعارات، ما بين العديد وشعار بن خديعة، وكذلك سمران وشعار كذلك الحريري، من نافس وأيضا حضر بالمنافسة القوية ما بينه وما بين العديد، لكن العديد هو الأجدر والأميز بهذه الانطلاقة وبهذه المنافسة، هو المتوج ومحقق أول المراكز. ما زالت الانطلاقات متواصلة مشاهدينا الكرام، وشوطنا السابع عشر يستعد للانطلاقة.